مساء الخير والبركة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم ربنا موجود. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 6 أكتوبر 2023، وبقول ليه 6 أكتوبر؟ لأن التاريخ ده محفور في قلوب كل المصريين بحروف من نور. 6 أكتوبر انتصارات طبعا أكتوبر. كل سنة وحضراتكم طيبين. وبالمناسبة دي بنقدم التهنئة لرئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان جيش وشعب مصر العظيم. 6 أكتوبر الحقيقة لو كده فكرنا ورجعنا سنة 73 ولقينا، لو فكرنا شوية يا ترى هل اليوم ده والانتصارات دي واحنا بنحتفل طبعا في اليوبيل الذهبي بمرور 50 سنة في ذكرى انتصارات أكتوبر، يا ترى اليوم ده جه صدفة، جه حظ، ولا كان ورا الانتصارات دي تعب مجهود وسهر الليالي وأرواح شهداء راحوا كتير، وفوق كل ده بركة ربنا وسماح من ربنا، وربنا بالتأكيد كلل التعب ده كله وانتصرنا على العدو. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الحقيقة مناسبة زي دي ما كانش ينفع ان احنا نعديها من غير ما نتكلم عن ترتيبات الله في حياتنا، وازاي نكتشف الترتيبات دي. احيانا كتير تقابل حد يقول لك ايه ده، انا قابلت فلان الفلاني صدفة وحظي كان حلو جدا جدا النهارده. ليه؟ لانه ساعدني ان انا اعمل كذا، لولا انا ما كنتش عملت او قدرت انجز الحاجات دي كلها. أحيانا تقول أنا حظي حلو جدا جدا النهاردة، قدرت أعمل كذا وكذا. ليه دايما بننسب الحاجات الحلوة أو السلبية للحظ، للصدفة؟ فاكرين في يوحنا 13:7 لما جه في خميس العهد، لما السيد المسيح جه يغسل أرجل التلاميذ والكل كان مذهول وكل سكت إلا بطرس، قال له أنت تغسل رجلي؟ يعني هو مستغرب، إزاي أنت يا رب أنت اللي تتضع وأنت اللي تغسل رجلي؟ الآية الجميلة اللي 13:7 اللي السيد المسيح رد عليه وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. فكرة إن أنا أحيانا كتير بمر بتجارب، أحيانا كتير بمر بحاجات أو ضيقة معينة أو ظلم في الشغل أو في الآخر تكتشف إن ده كان لصالحك. لو إحنا فعلا مؤمنين وعارفين إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، بالتأكيد مش هنستغرب، مش هننسب أي حاجة للصدفة. شاركونا بآرائكم. وسؤال حلقتنا النهاردة، ليه إحنا دايما بننسب أي حاجة بتحصل في حياتنا ونقول ده حظ، دي صدفة؟ ليه احنا دايما نعمل كده؟ وبعتوا لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك، على البوست اللي بينزل باسم البرنامج، ابعتوا لنا كمان وقولوا لنا ازاي بتكتشف ان بترتيبات الله في حياتك، ازاي بعد ما يمر الموقف، بعد ما يمر حاجات كتيره قوي تكتشف ان ده كان لخيرك، تكتشف ان الله هو اللي سمح بالحاجات دي من اجل خلاص نفسك مثلا. شاركونا بآرائكم وبتليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. معانا استاذه سوزي من القاهره. الو استاذه سوزي. الو. ايوه كل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين طيبين وحضرتك طيبه. قولي لنا سؤال حلقتنا النهارده، يا ترى ليه دايما نقول انا حظي حلو او حظي وحش لو صدفت مثلا قابلت اي حاجه؟ ليه دايما ما بنقولش ربنا هو اللي رتب ان انا اقابل الانسان ده، ربنا هو اللي سمح بكده؟ طيب، هو فعلا في ناس بتحس ان هم عندهم حظ، وفي ناس ثانيه بيحسوا ان هم حظهم، بيقولوا ان هو حظهم قليل. بس احنا لو اخدنا بالنا هنلاقي ان الموضوع بيتوقف على اجتهادنا وشغلنا على نفسنا. يعني واحد مثلا اتخرج من كليه تجاره، اخذ كورسات واجتهد ويشتغل على نفسه، فده لما بيجي بيقدم في شغل وليكن بنك، فبيبقى السي بتاعه متغذي حلو مدعم، فبيتقبل. في الوقت اللي بنلاقي فيه شخص تاني اكتسب البكالوريوس ما اشتغلش على نفسه. صحيح. فده يجي يقول انا حظي وحش او حظي قليل. لا، احنا اللي بنعمل الحظ ده حسب اجتهادنا وحسب شغلنا على نفسنا. فاعتقد ان اللي حظه حلو دماغه حلوه، طموحه عالي، شغال على نفسه حلو قوي، مش الشخص اللي بيقول ان هو حظه قليل او ما عندوش حظ، هو بيكون للاسف هو اللي بيكون للاسف. تمام. يعني في انسان مجتهد وليه دور وعارف ايه هو دوره وبيشتغل على نفسه، وفي انسان تاني عارفه الاتكال والتواكل، يعني انسان تاني لا انا حظي وحش، انا الصدفه ما بتلعبش دور حلو معايا. طبعا كل مجتهد نصيب، يعني كل اللي بيجتهد وعنده طموح وبيسعى ان هو يحقق الطموح دوت اكيد ربنا بيقف جنبه، طالما اجتهد ربنا اكيد بيقف جنبه. بشكر حضرتك يا استاذه سوزي، ونروح من القاهره للمنيا ونستقبل تليفون من استاذه ميرفت. الو استاذه ميرفت، اهلا بيكي. ازي حضرتك حبيبتي، متشرفه بنتكلم مع حضرتك. شرف لينا يا فندم. كلمينا ازاي بتكتشفي ترتيبات الله في حياتك؟ يمكن احيانا الناس تقول دي صدفه، ده حظ، لكن في ناس تانية امتى تقولي ان ربنا بعتك انت ليا مخصوص، ربنا هو اللي سمح بكده؟ تمام حضرتك، هو ده سؤال جميل بصراحه، والفتره دي بنلاحظ كتير جدا من الافكار المجتمعيه بتبني في الحته ديت. الانسان دايما بيختار بيبني على قراراته اللي دايما يلقي عليها اللوم، يقول انا مثلا ده نصيبي، ده نصيبي. لكن في كتير من الاحيان القاء اللوم على الجسم والنصيب ده بتكون حضرتك ان ما بيكونش الانسان واخد قرارات سليمه. لازم يواجه نفسه ويفكر بطريقه ايجابيه. كتير من الاحيان ما يكونش عنده الاستبصار او الاستناره. عايز الانسان علشان دايما يعرف ازاي يمشي في طريقه صح لازم يكون عنده قرارات سليمه. عندنا في مهارات الحياه، ازاي الانسان يتعامل مع مهارات الحياه ديت ويكتسبها علشان يعرف ازاي يعمل اتزان للحياه بتاعته، يعمل اداره للوقت، يدير، يعمل استراتيجيات اللي هي الاستراتيجيات اللي الارباح والخسائر. مش نعلق شماعتنا على ده نصيبي او جسمتي او ان انا مش عارف او ان انا مش عارف. دايما اختياراتنا بتكون قرارات مننا، كل شخص بياخد قراراته. القرار دوت اللي بيوصله انه يكون عنده تفكير صح، يعيش ازاي بمنطق سليم، يمشي ازاي برؤيه، عنده ازاي هدف بيسعى له. كتير من الاحيان لو احنا اتكلنا على ان كل شيء جسمه ونصيب وان دي اموري كده، لا، في لو انا اشتغلت على نفسي وكان عندي دايما من الاراده القويه والقرارات السليمه والتفكير الايجابي ان انا يخليني ان انا اعمل كل قراراتي بتفكير منطقي سليم، احمل كل شيء انا بعمله، يا ترى هو ده كان سوء اختياري مثلا ان انا ما اخترتش صح، علشان كده ما القيش اللوم على الجسم والنفس. تمام؟ تمام. جملنا وعلمونا كباراتنا في التعليم يعني ان الاشخاص اللي مثلا دخل على الارتباط لازم يفتح عينه كويس جدا. يفكر، يفتح عينه قبل ما انه ياخد القرار دوت. يعني حضرتك النهارده كمان بتكلمينا مش بمجرد بس حظ او صدفه، لكن كمان فكره الاسم والنصيب، ونقول ده اسم ونصيب وانا حظي كده، وفي الاخر يكون قرارات خاطئه احنا اللي بناخدها. انا بشكر حضرتك جدا استاذه ميرفت، وخلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع معاكم ونتكلم عن ازاي نكتشف ترتيبات الله في حياتنا مع ضيفنا اللي متباركين ومتشرفين جدا بوجوده معانا، القسم اثناسيوس رزق، كاهن كنيسه البابا شنودة الثالث بزرايب 15 مايو. بنرحب بيه، وبنرحب كمان معانا بركتين النهارده، وبنرحب بالقس باسيليوس ويليام، كاهن السمع وضعاف السمع بمطرانيه شبرا الخيمه. متباركين ومتشرفين بوجوده معانا، وبيسعدنا كمان متابعه اخواتنا السمع وضعاف السمع لينا. وخلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نبتدي معاكم حلقتنا. برحب بحضراتكم مرة تانية في ربنا موجود، وموضوع حلقتنا ازاي نكتشف ترتيبات الله في حياتنا. وخليني في البداية ارحب بضيفنا اللي دايما متباركين ومتشرفين بوجوده معانا، القس اثناسيوس رزق، كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث زرايب 15 مايو. اهلا بقولك يا ابونا. وبنرحب بالقس باسيلي ويليام، كاهن الصم وضعاف السمع بمطرانية شبرا الخيمة. في البداية خلينا يمكن زي ما قلنا في المقدمة فكرة الحظ، الصدفة. أحيان كتير حد يقابل حد يقول لك ده أنا قابلته صدفة وحصل كذا وكذا وكذا، ده أنا حظي النهاردة كان رائع لأني يعني كنت محظوظ وحصل كذا. فكرة الحظ والصدفة هل إحنا بنآمن بيها؟ هل فعلا في حظ وصدفة في حياتنا؟ بص يا أستاذة ميرفت، ليكن لنا في البداية بعض المبادئ نتفق عليها، لعل أولها لابد أن ندرك أن في خطة الله ليست هناك ثلاثة كلمات في خطته: الحظ والقسمة والنصيب والصدفة. ما فيش حاجة في خطة الله عن هذا الموضوع، ولكن يوجد ثلاثة مبادئ عند الله اللي هي محبة الله وقدرة الله وتوقيت الله. إيمانا منا بقول معلمنا القديس بولس الرسول: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء، الأشياء الجيدة والأشياء غير الجيدة، الأشياء الموفقة والأشياء الغير موفقة، الأشياء التي في صالحنا والأشياء التي ليست في صالحنا، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. ده أول مبدأ نتفق عليه. تمام. مبدأ آخر نتفق عليه أن المجتمع ضاغط بقوة علينا بمعنى لكيما نغير مبادئنا ونأخذ بأساليب العالم وبمصطلحات العالم وبأفكار العالم. في كتاب نزل في أمريكا اسمه أسطورة الحظ، مؤلفه الدكتور ستيفن هيلز، أستاذ للفلسفة بجامعة بنسلفانيا بأمريكا. قال كتير عن هذا الموضوع، لكن نتفق على ما جاء في هذا الكتاب أن الإنسان قد يصنع حظه. الإنسان هو اللي بيصنع حظه. بمعنى كل اجتهادات البشر وكل اجتهادات الإنسان قد تعطيه قدرا من الارتياح الذي يفسره على اعتباره أنه حظ، ولكنه هو توفيق لما بذله من جهد ومن عمل دؤوب، فصنع راحته وصنع إمكانياته وصنع ما يسبق إليه. ده ثانيا. ثالثا، علينا أن نتفق أيضا أن المحاولات التي يبذلها العالم لجرجرة أصحاب الإيمان المسيحي لكيما يعتقدوا بما ينادي به العالم، فهذا ليس له محل من الإعراب تماما، حيث أن السيد المسيح أوضحها في الماضي وكلام للحاضر وللمستقبل: إن كان العالم يحبكم، إن كان العالم يضطهدكم، إن كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لكن لأنكم لستم من العالم فالعالم يبغضكم. صحيح. فالعالم يبغضكم. فوضع السيد المسيح قاعدة البغضة التي بيننا وبين العالم على أساس أننا لسنا من أهل العالم ولا أفكار العالم ولا مبادئ العالم. فكل ما يقال عن عبارات القسمة والنصيب والحظ والصدفة ليست في القاموس المسيحي في شيء أبدا. يعني أبداً. كل اللي بيحصل في حياتنا هي ترتيبات من الله. كل تمام. شيء. طب الله ضابط الكل وبيهتم جدا بكل الخليقة وبالأخص الإنسان. لو إحنا صدقنا وعندنا إيمان بده، إزاي هيفرق في حياتنا؟ بص يا أستاذة ميرفت، أول حاجة أنا برضو ليا كم نقطة كده على حكاية ضابط الكل دي. تمام. علشان برضو الناس تبقى مستوعبة الفكرة وتشعر إن هي ليست مسيرة في كل شيء. صحيح. ولكن مخيرة في كثير من الأمور أيضا. عبارة ضابط الكل أولا هي عبارة جاءت في الإصحاح 8 من سفر المكابيين على يد يهوذا المكابي، واستلقتها القديس يوحنا الحبيب في بشارته لما قال: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. صحيح. إلى أن أوحى الروح القدس للقديس اثناسيوس الرسولي حينما جاء ليضع قانون الإيمان، فجاءت هذه العبارة كإحدى الصفات التي تميز الله عن كل شيء وعن كافة المخلوقات الموجودة في العالم، حينما قال ضابط الكل: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. البابا شنودة الثالث ليه تعليقات على هذه العبارة، يقول لك مثلا هذه العبارة مريحة جدا للناس لعل يطمئنوا إلى أن الله به تدار كل شيء وبغيره لا يدار أي شيء. فعبارة ضابط الكل تعني أن الله ضابط كل المخلوقات، المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، المخلوقات الشريرة وغير الشريرة، ضابط الملائكة وضابط الشياطين أيضا، ضابط كل شيء في الكون، ضابط كل شيء في الكون. وهذه العبارة، عبارة ضابط الكل، تعطي انطباعا لكل من يرددها باستمرار أنه هو في يد أمينة، في يد الله ضابط الكل. فحتى أنه البعض يقول لك إيه، إحنا لما نيجي نصلي إلى الله على طول. طب ليه؟ لأن هو ضابط الكل. وكان البابا كرولوس السادس له عبارة يعني مشهورة، يقول لك الصلاة تجعل الله تحرك يد الله التي بها يحرك كل الكون. فاحنا لما بنصلي بنخلي ايد الله، بنصلي نخلي ايد الله هي اللي تحرك الكون كله. وبالتالي جزء من حياتنا نحن نؤمن ان الله ضابط الكل. مفيش حاجة اسمها عندنا للصدفة او للقسمة والنصيب، لكن هي في عبارة تعني ان الله ضابط الكل. بدليل الله ضابط الكل هو الذي أوجد القديس الأنبا بول على سبيل المثال في لحظة ما يختلف مع أخوه بطرس، فيذهب هو إلى خارج المدينة وتبدأ مع خروجه وتركه لأخوه بدء حياة الوحدة المقدسة التي رفعت العالم كله إلى حياة السماء ونحن على الأرض. الله ضابط الكل هو الذي جعل الأنبا أنطونيوس وهو شاب صغير يدخل الكنيسة في القداس ويستمع للإنجيل الذي كان يقول في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل ما لك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. تبدأ معها تغير حياة الرهبنة بالكامل، مساره هو شخصيا ومسار الكون كله بعد كده. لعلك لا تنسي أبدا أنه عبارة ضابط الكل هي التي جعلت القديس البابا ألكسندروس البابا 19 يكون موجود في نفس اللحظة في نفس التوقيت، ينظر ويجلس في شرفة البطريركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ليرى الطفل أثناسيوس يلعب لعبة المعمودية في المياه، ويرى بعينه الخبيرة فيلتقطه ويبعث ويرسل لإحضاره لتبدأ معها رعاية هذا البطريرك العظيم في تاريخ كنيستنا اللي يصد ويرد على البدع الأريوسية ويدحضها تماما فيكون حماية للكنيسة. مفيش حاجة عندنا للصدفة، هي الله ضابط الكل. الله هو الذي يدير تلك المسكونة كلها وما عليها. خليقة نفسها ما كانتش صدفة. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن القديس بطرس الرسول في إحدى آياته في رسالته إن لما بيتكلم على الله اللي هو يضع الكون ككورة في يده، القابض على العالم كله بيده، الجالس على كورة الأرض، هو الله بقبضته يمسك زمام كل الأمور. وفي لحظة من اللحظات أيضا لا تنسي إن كان موقف ظريف حصل للبابا كرولوس أيضا مع الرئيس جمال عبد الناصر، حينما كان الرئيس عبد الناصر جاي من الهند، كان جاي من يوغوسلافيا، وبعد كده هو مرهق من الرحلة والمؤتمرات، وكان بشاعر أنه قلبه يعني به بعض التعب. فالبابا كرولوس لما سلم عليه ونزل من الطيارة فراح وضع يده عند قلب الرئيس. الرئيس كان شاعر بألام في قلبه، فلما ذهب إلى مقر الرئاسة قال للسيد شرف الدين وزير الدولة ومدير مكتبه آنذاك، قال له: أنا الراجل البابا كرولوس حط إيده على قلبي، أنا حسيت بإني خفيت خالص، ابعت هاتولي أنت. فقال له: إحنا مش متعودين في البروتوكول إن أي حد بيستقبلني فيسلم باليد فقط، أما أنت فوضعت يدك على قلبي ثم صفحتني فقال له: نحن عندنا آية في الكتاب المقدس تقول أن قلب الملك في يمين الله حيثما شاء. بص بقى هنا، حيثما شاء، إرادة الله ضابط الكل يميله. فأنا وضعت قلبي على يد القلب الملك الذي هو في يد الله. قال له: أصلا أنا كنت تعبان وجاي تعبان في قلبي خالص خالص، وكان قلبي تعبان، لكن مجرد ما أنت حطيت إيدك على قلبي، قلبي بقى كويس واشتغل كويس وما حسيتش بالألم اللي فيه. هو فكرة ضابط الكل إن الله ضابط كل شيء في حياتنا. جميل. وده رسالة لأي حد فينا، كبير صغير، غني فقير، راجل ست، يشعر إن أموره يديرها ضابط الكل، فلا يخاف ولا يضطرب. ضابط الكل، الله ضابط الكل. لكن فكرة زي ما أسك قلت، لكن هو برضو لينا حريتنا، لينا كل واحد يقدر ليه دور. لو نفتكر في وقت معجزة إقامة لعازر، السيد المسيح راح وقف قدام القبر وقال لهم ارفعوا الحجر. كان ممكن يعني قوي ان هو يعمل كل حاجة، هو اللي يقول له قوم والحجر يتفتح لوحده. لكن خلينا نقف عند دي، احنا دورنا ايه؟ هل لينا دور؟ احنا نبتدي او نعمل اللي علينا وبعدين بالتاكيد ربنا ليه ترتيبات في حياتنا. بص يا استاذه ميرفت، علشان نعالج هذا المرض الخبيث الذي تسرب فيه يعني جسم او بنيان شعبنا من جراء العلاقات الموجودة في المجتمع، وبدأنا ناخد بالأمثال الشعبية وما ناخدش بالآيات الكتابية ونسمع بثقافات غريبة وعجيبة يمكن قد تتعارض مع مبادئنا ومع إيماننا. فقد يكون إحدى أدوات العلاج لهذا الأمر اللي هو إحنا إن في ناس بتؤمن بالقسمة والنصيب، وناس تؤمن بالصدفة، وناس تؤمن بالحظ. إحدى أدوات العلاج بقى إن إحنا عنصر المشاركة، نشوف الله كان بيعمل إيه ونعمل معاه. أسأل نفسي سؤال، هل أنا عملت اللي عليا؟ يعني مثلا لما أنا قابل شخصية سيئة أقول حظي كان سيء النهاردة، قابلت شخصية سيئة. دخلت في البورصة وخسرت، حظي سيء إن أنا خسرت في البورصة. مش عارف، مش قادر هو يفكر ولا يستوعب إن ده كل ده بمشيئة الله وبإرادة الله، وإن كل الأشياء حتى الخسارة تعمل معا للخير. الخسارة يعني أنا آسف في الكلمة لو أنا قعدت أقفز في العبارات وأقول مثلا يلي أنت مفكر إني وضع أبونا يونان في جوف الحوت 3 أيام ده كان خطر وكان حاجة سيئة، ويلي أنت فاكر إن الثلاث فتية لما وضعوا في أتون النار إن ده خطر وحاجة سيئة، ويلي أنت فاكر إن أبونا أيوب الصديق أصيب بأمراض كثيرة ومتاعب كثيرة. كل ده أنت مش واخد بالك إن دي أشياء فيما بعد قد حولها الله إلى خير. صحيح، قد حولها الله إلى خير. فأنا عايز أقول إنه إحدى الحلول لكل من يؤمن بالقسمة والنصيب، وأنا عايز بس أركز على إنه في ناس النهاردة للأسف الشديد، وهجاوب على سؤالك، في ناس للأسف الشديد بدأت تأخذ من الأمثال الشعبية قواعد ثابتة لمبادئهم للأسف. وإيمانهم للأسف. يعني تقول له مثلا إيه المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، خد بالك، تقول له طيب مثلا في آية بتقول كل الاشياء تعمل كملها كده، ما اعرفش اكملها. لكن حافظ المثل بتاع المكتوب على الجبين، ما شاف المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. صحيح. مثلا يوسف الصديق يعني قال، هو نفسه قال ان هم ارادوا ان يفعلوا به شر والرب فعل فيها خيرا. ايوه، فانا عايز اقول يا استاذه ميرفت ان احدى الحلول لكل انسان فينا بيعتقد بالقسمه والنصيب، وبيعتقد بالحظ، وبيعتقد بالتشاؤم والتفاؤل، وبيعتقد بفتح المندل وقرايه الكف، نقول له هل انت لسه هقول لك كام حاجه كده اهو، هل انت عملت اللي عليك؟ انظر في قصه اقامه لعازر من الموت. صحيح. انظر، قالوا للرب يسوع لعازر الذي تحبه قد مات، فاهم ازاي؟ اما هو فذهب الى القبر، وانما وقف الى القبر رفع عينيه الى السماء وقال اشكرك ايها الاب، ونظر للمحيطين وقال لهم ارفعوا الحجر من ها هنا. أما هو فقال بصوت واضح قوي لعازر هلم خارجا. كان ممكن هو اللي أقام لعازر يتمم الفعل دون الاحتياج لمساعدين أو احتياج للآخرين، ولكنه أراد أن يشارك. هنا سؤالي لكل الناس، يلي أنتوا بتؤمنوا بالحظ وبالقسمة والنصيب وبالصدفة، هل عملتوا اللي عليكم؟ هل اجتهدتم؟ هل مثلا أنت عملت زي الرب يسوع المسيح لما قال للمحيطين ارفعوا الحجر منها هنا وهو أقام الميت؟ أنا علي حاجة وأنتوا عليكم حاجة. أنا علي أرفع الحجر وإقامة الميت ده عمله هو، في مثل آخر على مثل الراعي والخراف، الراعي الصالح. الراعي الصالح في يوحنا 10 هو الذي فتح الباب، وهو الذي أدخل الخراف، وهو الراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عن الخراف. طيب الخراف نفسها دورها إيه؟ تسمع صوت الراعي وترفض الغريب. صحيح. وتمشي ورا الراعي الصالح. يبقى أنا علي حاجة والآخر عليه حاجة. ده حقيقي. لكن إحنا إيه، نسيب كل حاجة نقول أصل صدفة، أصلي ما كانش ده يعني كان كله حسب المكتوب، كان كله ده حسب الاسم والنصيب. لا، في حاجة اسمها أنا علي دور. وهنا معلش أنا أستأذنك عشان ده موضوع مهم، النقطة دي مهمة أصلي. في حاجة اسمها ايه، 4 نقط بسرعة اقولهم لك، زي مثلا الزواج غير الموفق، مشكلة بتئن منها بيوت كتير، عدم التوفيق في الزواج. طيب هل لما انتوا، هل ده كان اسمه ده اسمه ونصيب؟ ناس كتير بتفشل في الجواز وتقول لك ده اسمه ونصيب. هل ده كان فشل؟ هل فشل في الزواج هو قسمه ونصيب ولا سوء اختيار من البداية؟ يعني انت رايح الزواج غير الموفق ده، هل انتوا درستوا شخصية بعض؟ هل سألتوا على بعض؟ هل عرفتوا طبائع وميول بعض عشان ربنا يديكم جواز ناجح بعد كده؟ قدمتوا مشيئة ربنا؟ هل قدمتوا مشيئة ربنا قبل ما تقدموا على هذه الخطوة؟ ده الزواج غير الموفق. أيضا العمل غير الموفق. العمل غير الموفق لما حد إنسان فينا يفشل في عمله فيقول لك ده حظي سيء، نصيبي كده، مكتوب لي كده، وكلمة مكتوب ده غلط، كل دي مصطلحات خاطئة. صحيح. أنت هل لما رحت عمل جديد هل تأهلت للعمل الجديد؟ هل أخذت كورسات كافية؟ هل عملت بأمانة؟ هل اشتغلت بأمانة؟ هل نميت نفسك بكورسات ومهارات تتناسب مع العمل؟ ولا رحت العمل الجديد ده أخذت أسوأ ما فيه وتعاملت مع أصحاب سيئين، تعلمت الرشوة وتعلمت المحسوبية وتعلمت الإهمال في العمل وعدم الأمانة زيك زي حد، فطبعا ده جاب لك مشاكل بعد كده في عملك وأصبحت غير موفق في عملك لأجل هذه الأمور. ده ايه؟ العمل غير الموفق، الزواج غير الموفق، العمل. السكن غير الموفق كمان، السكن ناس كتير تسيب مكانها وتروح لمكان تاني وتروح هناك، ايوه احنا ده حظنا وحش، مكان وحش، الطريق وحش. طب انت قبل ما تقدم على سكن جديد هل زي ما كان بيقول البابا شنودة، اختار الرفيق قبل الطريق، واختار الجار قبل الدار. هل انت عملت كده؟ هل درست المكان اللي انت رايحه؟ محدش بيختار الجار دلوقتي يا ابو، لا كله بيروح، ما فيش دراسه. فانت لما تبقى لما انت تصاب بقى بجار سيء ما تقولش حظي كده، انت ادعانا توفيق منك، انت ما اخترتش كويس، انت ما شفت منطقه كلها مثلا سيئه السمعه وناس فيها بلطجيه كتير وناس بتوع مشاكل وانت رحت هناك في وسطيهم، زي ما عمل ابونا لوط راح سدوم وعموره. سدوم وعموره صحيح. ازاي؟ فده في حاجه تانية، الطريق غير الموفق، طريق الحياه. يعني مثلا واحد بيختار ما بين البتوليه والجواز مثلا في حياته. خدت بالك؟ عايز مره ما تعرفش هو عايز ايه بالظبط، بيعرج بين الفرقتين. خدت بالك؟ فانا بقول الطريق غير الموفق، انت ما درستش امكانياتك كويس، انت مثلا ابهرك مثلا فكر البتوليه. وانت ليست عندك امكانيات البتوليه. وابونا القديس بولس الرسول في كورنثوس يقول لك الزواج خير من التحرك، وانت هذه الايه ما قراتهاش يمكن في حياتك. جواز احسن، خدت بالك، من 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 حاجه بتوليه مش لا تناسبك. كلها دي امور لو احنا نظرناها نجد انه الاجتهاد فيها، الاجتهاد فينا، لما الانسان فينا يعمل اللي عليه ربنا يوفقه وربنا يديله الحاجه اللي هو عايزها، ما يخلوش اسير افكار سيئه، يقول لك ده اصل ده نصيبي كده، اصل انا حظي دايما وحش، اصل انا دايما ربنا وقعني في... انت اللي ما اخترتش كويس، وانت اللي ما درستش كويس، وانت اللي غير موفق اصلا في اختياراتك. تمام. طيب جميل كل الكلام اللي قدسك قلته، لكن خلينا نروح لنقطه مهمه جدا. انا عملت اللي عليا واخترت الشغل الصح واهلت نفسي او في الزواج او لكن ازاي اكتشف ترتيبات الله في حياتي؟ يعني بالتاكيد يعني احنا عرفنا ان الله ضابط الكل والله ليه طريقته في حياتي. ازاي نكتشف زي يوسف مثلا، ازاي اكتشف بعد سنين طويله قوي ان كل اللي حصل وكل الظلم اللي حصل من اخواته وكل باعوه وراح هناك ودخل السجن وكل اللي حصل ده، ازاي نكتشف زي يوسف ان كل اللي بيحصل معانا دي ترتيبات من الله؟ شوف يعني بتحضرني عباره جميله للبابا شنودة الثالث قال فيها: لا تسأل الله عن شيء لم تستشيروا فيه. لا تسأل الله عن شيء لم تستشيروا فيه. هل حطينا في مبادئنا وفي قيمنا ان نكتشف إرادة الله في حياتنا؟ هل احنا بنسعى ان كل واحد فينا يبحث ويشوف اين هي إرادة الله في حياته، ولا كل حاجة ماشية كده هو اختياراتنا كده هو يعني اعتباطا، وافكارنا اعتباطا، وقراراتنا اعتباطا دون الرجوع الى مرجعيه كتابيه وفكر كنسي؟ الكنيسه من ساعه ما احنا بنتولد وهي بتعلمنا في التربيه الكنسيه ومدارس الاحد، وتعلمنا في اجتماعات الشباب، وتعلمنا في اجتماعات الكبار، وبتوعظنا. والنهارده الميديا مش مخليه حد يقدر يقول أنا ما عنديش كتاب مقدس ولا ما بسمعش عظات. النهارده كلمة الله تحاصرنا من كل ناحية. احنا بقى أنت بالعذر أيها الإنسان، أنت بالعذر أيها الإنسان. لكن الواحد فينا ما بيسعاش إن هو يعرف مشيئة الله في حياته. شوفوا بصي، الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يذبلون، الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يذبلون. كل واحد فينا لازم يسعى إنه يسأل الآخرين، وبكثرة المشورة تبنى المدينة. فإحنا ما بنسألش، ولا إحنا مثلا ما بندورش عشان نعرف مشيئة الله فين. يعني عجبتني المقدمة اللي أنت قلتيها في الأول بتاعت القديس بطرس الرسول لما رب المجد يسوع بيغسل رجليه، وقال له لا ما تغسلش رجلي، حاشا ليه، حاشاك يا رب أن تغسل قدمي. قال له إيه، أنت الآن لا تفهم ولكن ستفهم فيما بعد. إحنا أشياء كتير وأحداث كتير محيطة بينا، زي مثلا وفاة الأقرباء، وفاة الأحباء، زي مثلا الاضطهاد، زي مثلا الزعل، زي مثلا الخناقات، زي مثلا الترقيات، زي مثلا التنقلات من مكان لمكان. وبنشوف ربنا هو اللي بيدير الكون وبيعمل ده كله، ونحن لا نفهم مقاصد الله في هذه اللحظة. لكن الشخص السوي الحلو اللي مثلا لو احنا رجعنا مثلا لسفر أعمال الرسل اصحاح 8 وقعدنا نقعد نذاكر ونقرا في قصة مثلا إيمان الخص الحبشي، قاعد جوه المركب بيقرا، كان بيقرا في سفر اشعياء النبي اصحاح 53، روح الله عليا مسحني والروح القدس قال لي فيلبس رافق هذه المركبه. شفت بقى ترتيبات الله، رافق هذه المركبه. فيروح في ابونا فيلبس يركب المركبه ويروح يقرب من الخصي ويشوفه بيقرا الكلام بتاع سفر اشعياء، يقول له لعلك تفهم ما تقرا. فشوف بقى الرد الحكيم بتاع الخصي يقول له ايه بقى، الناس المتواضعه اللي عايزه تفهم وتعرف فكر الله وإرادة الله ومشيئة الله، يقول له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد. صحيح، نمشي وممكن نمشي على آثار الغنم كمان طبعا. يعني إن لم تجدي يا حبيبتي فأخرجي على آثار الغنم، آثار الغنم نشوف نعرف السابقين عملوا إيه وإحنا نعمل زيهم. صحيح. بصي، اللي عايز يعرف مقاصد الله ومشيئة الله وابن الله بالحقيقة أو بنت الله بالحقيقة ما تخرجش إلا على هذا النمط، أنا عايز أعمل كل ما يرضى الله. وبعد كده هو شوفوا مثلا واحد زي شاول الترسوس القديس بولس الرسول فيما بعد قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ صحيح. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ كل واحد فينا يحط هذه العبارة النهارده قدام عينيه ويرددها باستمرار. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ امشوا حسب مشيئة ربنا ترتاحوا، امشوا حسب مشيئة ربنا تستقر أموركم، امشوا حسب مشيئة ربنا، ما فيش أحلى منها. أحيانا يا بونا تكون أمور عادية جدا، كل يوم بنصحى الصبح نغسل وشينا، ده عادي جدا. كل يوم إحنا النفس بنتنفسه مش بنفكر، ويمكن أيام كورونا كتير قوي من الناس ما كانتش قادرة تاخد النفس ده، وحسينا قد إيه بقيمة النفس اللي إحنا مش بنفكر أصلا، يعني كام مرة طول النهار ومش حاسين أبدا بيها. بنصحى نشوف، ندخل التويليت عادي، بنتحرك، بننزل السلم، بنطلع، حاجات كلها كأنها مسلم بيها، ودي حاجات عادية جدا. لكن إزاي نفكر ونقول إن أو نحس ببركات ربنا لينا؟ إزاي نحس إن الحاجات دي مش عادية؟ لأ، ده في ناس ممكن أشوف حد نايم، حد مش قادر يتحرك، مش قادر ينزل بس من على السرير، مش قادر ياخد النفس، مش محدش قادر ياخد النفس، إزاي ما نشوفش إن الحاجات دي حاجات عادية، طبيعية وحاجات عادية. سريعا لأني تقريبا وقتنا قرب. أنا عايز أقول بس يعني حتى لو ختاما إنه طبعا أبونا القديس العظيم داوود النبي في مزمور 23 الرب راعية فلا يعوزني شيء. الإنسان فينا مش هيعرف حجم عطاءات الله العظيمة التي يعطيها الله للبشر إلا لما يفقدها بعض الشيء. فأنا عايز أقول حتى لما نفقد حريتنا في بعض الشيء، وحتى لما نفقد أموالنا بعض الشيء، وحتى لما نفقد صحتنا بعض الشيء، قد يكون الله قصده من هذا كله أنه يحول عينيك لتعرف وتدرك ما هي قيمة هذه العطاءات التي أعطاك الله إياها فتدركها. الله بيحبنا والله بيدور على خلاص أنفسنا، فبيحاول يفهمنا مقاصده إلى أين، وما أبعد أفكار الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. حتى لو فأتوني النار، حتى لو فأتوني النار، وفي الآخر حول النار لإيه؟ هو إيه النار؟ وهو نفسه كان موجود مع الثلاث فتية. النار دي كان الشكل من بره، أخاه بيبص من بعيد دول في النار. قد يكون العدو سعيد وفرح، لكن أنا اللي في التجربة وأنا اللي في الأتوم مش حاسس بالنار. دول كانوا 3 و4. بعد كده يعني أنتوا قلتوا حاجة حلوة، إنه لحظات الثلاث فتية وهم في آتون النار رغم إنها تجربة شديدة الأثر للمشاهد، الا لما تروح تسالهم تقول ايه رايك في الفتره اللي انتوا قضيتوها في اتون النار؟ يقولوا كده هو انها كانت من اجمل الفترات. اسف اختم يعني حتى كلام بعباره للبابا شنودة الثالث، حينما البابا شنودة الثالث وضع وعزل عن منصبه في احداث 81، فقال هم عزلوني عن مقر الكرسي ولكنني كنت في الجنه. أي. كان هو معزول عن كرسيه ولكنه كان في الجنه. ازاي التعبير؟ فكثير من الاحداث التي قد تبدو مؤلمه للبعض هي امام الله بتكون عظيمه جدا، والانسان فينا لما بيسترجعها يشعر فعلا كان في معية الله. فهو اهم حاجه ان الانسان يكون فينا مع ربنا، ولما يكون مع ربنا يكون فرحان جدا وسعيد جدا. انا بشكر أستاذ جدا، استمتعت جدا، والحقيقه تقريبا ما قلناش 3/4 الاسئله، لكن يكفي سؤال واجابه واحده من قدسك. الحقيقه هتكون درس كبير جدا لينا في حياتنا. كل الشكر للقس اثناسيوس رزق كاهن كنيسه البابا شنودة الثالث زرايب 15 مايو. شكرا جزيلا لقدسك، وبنشكر كمان القس باسيلي ويليام كاهن السم وضعاف السمع بمطرانيه شبرا الخيمه، والشكر موصول لحضراتكم. اشكركم على حسن المتابعه، ونشوفكم قبل الميعاد ده بساعه الجمعه اللي جايه، وتصبحوا على الف خير.